أولا مؤتمر أمراض الكبد على النيل، هو العنوان بتاعه كده أصلا، وبيعقد في دورته الثالثة. والمؤتمر معتمد من المؤتمر الأوروبي لأمراض الكبد اللي هو الإيزل، ودي أحد المؤتمرات الكبيرة اللي بتحط جايد لاينز أو خطوط عريضة لطرق العلاج في أمراض الكبد. فكونه يعتمد المؤتمر بتاع معهد الكبد في أمراض الكبد ويعتبره أحد مؤتمراته الأساسية، دي تعتبر يعني خطوة كبيرة وثقة في الناس اللي موجودة عندنا هنا كبيرة جدا. المؤتمر طبعا بينعقد أيام 7 و8 أكتوبر اللي هو يوم الأربعاء والخميس في فندق كونراد. طبعا الدعوة عامة لكل المتخصصين في أمراض الكبد، لأن يهمنا نشر الوعي العام وتعريف الدكاترة بكل ما هو جديد في علاج الفيروسات الكبديه بالذات، لان دي الافه الرئيسيه عندنا في مصر. طبعا الموضوع الاساسي المطروح على المناقشه وهو كل واحد مدعو لهذا المؤتمر، طبعا حوالي 27 خبير في امراض الكبد على مستوى العالم، كل واحد منهم هيتحدث عن تجربته في العلاجات الجديده في فيروس سي ونسب نجاحها والمضاعفات الناتجه عنها او اي مظاهر اخرى للعلاجات، هيتناقش في هذا المؤتمر. نمرة 2 هتناقش العلاجات الحاليه المستخدمه والعلاجات المستقبليه اللي هي هتطرح في الاسواق يمكن خلال الشهور القليله القادمه، ودي اعدادها كبيره جدا. مميزات كل علاج منهم ايه ويستخدم في انهي حالات، لان هيبقى العلاج متاح لجميع مراحل فيروس سي بما فيها المراحل اللي هي بنقول التليف الكبد الشديد، ديت ما كانتش بتعالج في العلاجات اللي موجوده حاليا، هتعالج في العلاجات القادمه ان شاء الله. من ضمن الحاجات اللي هتناقش الدلائل الجديد في دلائل الاورام الكبد، ودي من النقاط الهامه جدا، ان احنا بنبعد عن كل ما هو يختص بانك انت ممكن تعمل ايه، تدخل ابره في عيان او تاخد عينه او كلام من ده، فكل ده عايزين نوصل لطرق تشخيص معمليه تبقى مؤكده، لان معظم الطرق الموجوده حاليا حتى الان تثبت ولا تنفي، فيعني فبالتالي هي ما زال عندها قصور. الجديد في علاج اورام الكبد، ودي من الحاجات برضو اللي بتهمنا جدا في مصر، لان طبعا اورام الكبد زادت في الفتره الاخيره نظرا لانتشار فيروس سي، ونتوقع انحصارها ان شاء الله بعد كده نظرا برضو لانحصار فيروس سي. طبعا المشكله الاخرى وهي مشكله فيروس بي، انه معظم العلاجات الموجوده حاليا المريض بيعتمد عليها طول حياته بيتم ياخدها، فهيناقش برضو الجديد في علاج فيروس بي. الحقيقه الجديد برضو في علاج اورام الكبد، وديت من الحاجات المهمه، لان يعني في امل ان تبقى في علاجات جديده تستطيع ان تسيطر على اورام الكبد، وتتيح ان حتى المريض ممكن يتشال هذا الورم بطرق جراحيه بعد كده، فديت ان شاء الله متوقعين منها انها تدي نتائج احسن من اللي كانت موجوده قبل كده. الحقيقه يعني المؤتمر برضو بيتيح فرصه عقد اجتماعات مع الجهات المتخصصه الاجنبيه سواء في الاوروبيه او الامريكيه منها، بحيث ان احنا نقدر نعمل تعاون بيننا وبينهم في المجالات خاصه للدراسات العليا والطلاب الماجستير والدكتوراه، ان احنا نقدر ايه نبتعث ناس هناك يقدروا يعني يبقى فيه كونتاكت او اتصال مع الناس ديت، بحيث يبقى نسهل سفر ولادنا الراغبين في الحصول على الماجستير.